دقائق كل نهار جمعة على الحياة فهم. اهلا وسهلا بمستمعينا الافاضل مستمعي اذاعه الحياه اف ام القيروان للصحه في برنامجكم المفضل اذاعات هذا البرنامج الذي تعودتموه في مثل هذا الوقت من يوم الجمعه. البرنامج او حصه البرنامج تمتد من الثانيه والنصف الى حدود الرابعه، ويمكن لمستمعينا ان يتصلوا بالبرنامج على الهاتف 70-035-120 وعيد 70-035-120. أختنا أنس الهمامي هي التي تؤمن المكالمات. حصتنا اليوم بعنوان ماذا بعد رمضان، ونتساءل هذا السؤال ثم سنتساءل يعني سؤالا آخر على السؤال، هل يحق لنا أن نسأل هذا السؤال ماذا بعد رمضان؟ طبيعة الحال ضيوفنا في الحصة كالعادة سي خالد السيداني، مرحبا بك سي خالد. مرحبا سيدة المستمعين، وجه معروف وغني عن التعريف. كذلك نرحب خونا سي الحبيب الطيبي، أيضا وجه معروف. مرحبا بكم دكتور، مرحبا بمستمعي إذاعة القيروان للصحة. شكرا. كذلك لا ننسى خونا سي جمال صعيدي وهو ايضا وجه معروف في الاذاعه، مرحبا بك سي جمال. مرحبا بالجميع. شكرا. كذلك يعني في التأثيث والاخراج نرحب باختنا امنه بوخيت كالعاده، وهي وجه معروف وغني عن التعريف في الاذاعه، وكذلك بنتنا واختنا عبير تواتي، مرحبا بالجميع. اذا موضوعنا سي خالد اليوم هو ماذا بعد رمضان؟ سي خالد راح نطرح هذا السؤال، ما دلالة السؤال، ما قيمة السؤال في يعني في الطرح، فهمت؟ ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما شفاء العي السؤال، ونحن نطرح هذا السؤال بداية، ما قيمة طرح السؤال وفن السؤال؟ كلمة لك بداية سي خالد. شكرا سي الأزهر، مرحبا بك وبالأخوة وبالسادة المستمعين الكرام في إذاعة الحياة القيروان للصحة. السؤال عند المختصين هو حسن السؤال نصف العلم. إذا أحسننا السؤال فنحن أدركنا نصف العلم ونصف الإجابة. نعم. والسؤال وسيلة للتعلم، والسؤال مشروع أيضا في لقائنا اليوم. إحنا مرينا بشهر رمضان وتحدثنا فيه عن الكثير من المسائل، خاصة في علاقة بمفهوم موضوع التقوى. نعم. وملابسياتها وحيثياتها وأثارها إلى غير ذلك. سؤال مشروع، احنا بعد ما عدينا شهر رمضان وان شاء الله نكون اوفينا حقه، نعم، الاكيد سنتساءل ما الذي ينتظر الصائم والمسلمين بصفه عامه بعد شهر رمضان. سؤال من حيث مبدا، سؤال منهجي، سؤال مشروع، ولابد ان نجيب عنه بطرق مناسبه لكل حسب امكانياته وظروفه واهدافه ورغباته وايضا طموحاته وقدراته بالطبيعه الفكريه المعرفيه الجسديه الروحيه الى غير ذلك. نعم. علاش سؤال مشروع سي الازهر؟ هو الاكيد في شهر رمضان انه اغلب الناس، اغلب المؤمنين والمسلمين، كل تعامل مع شهر رمضان بطريقته الخاصه، وكل تزود منه مثل ما تحدثنا سابقا حسب بالطبيعه ايضا طاقاته ورغباته وجهوده الى غير ذلك. سؤال المشروع لماذا؟ لأنه ما حصلناه من شهر رمضان المفترض علميا وعقديا وروحيا وسلوكيا ومعنويا وجدانيا ألا نقف عند ذلك الحد مما تزودنا، وأن لا نتراجع عن ذلك الحد. هو إحنا إذا نبقوا في ذاك المستوى إحنا قصرنا. فالمطلوب هو كيف نحافظ أولا على ما اكتسبناه في شهر رمضان، على المكاسب جميعا، روحية معنوية فكرية عرفانية أخلاقية سلوكية، كيف نحافظ على ذاك السقف ذاك الحجم، والأهم من أن نحافظ على ذلك كيف يمكن أن نضيف إليه، ويجب أن نضيف إليه حتى لا ننتهي إلى ما وصلنا إليه، لأن مجرد الوقوف عنده والاكتفاء به هو تراجع. ولهنا نذكر مقولة معروفة ذكرناها سابقا، المقولة تقول
حسنات المتقين، احنا كنا حكينا برشا على التقوى، حسنات المتقين سيئات الأبرار عليهم السلام. يعني إذا كان في شهر رمضان البعض منا أو البعض من العباد والزهاد و وصل يعمل في شهر رمضان 10، 20، 30، 100 ركعة في الليلة، فالمعدل هذاك يا حبذا ما ينزلش تحته، يعني في الحد الأدنى يقف عنده ولا يزيد عليه. قرأ عمل ختمة أو اثنين للقرآن الكريم في شهر رمضان يا حبذا يحافظ على المستوى هذاك ويسعى باش يضيف عليه. وجميع المسائل الأخرى في شهر رمضان البعض ربما بعد على الكثير من الفواحش والمكاره والأفعال السيئة وحتى الأقوال السيئة، يا حبذا يحافظ على المستوى هذاك ويزيد عليه. ولهذا نقول لذلك السؤال مشروع والسؤال منهج والسؤال في محله. شكرا سي خالد في ذهبت إليه، ونحن نعلم مدى قيمة السؤال لأن الذي يسأل يعني هو في حيرة. ذكر هو نصف العلم. نعم، والسؤال الذي يعني صاحبه في حيرة لابد بعد حين أن يصل إلى الجواب الذي فيه يعني مبتغاه، وربما من خلاله يؤثث لحياة جديدة، لحياة جديدة ولفكر جديد ولسلوك جديد. هذا فقط إضافة نوعية قبل ما تكلم عن الزملاء، وأنه كنا نرجع لسير الأنبياء عليهم السلام، وهي كما قصة ذكرناها سابقا في متعلقة بالقصة بين الخضر عليه السلام وموسى وغلام عليهم السلام. نعم. طلب العلم كان مبني على السؤال، ومن هنا مشروعية السؤال. شكرا. لا كل بطبيعة الحال يعني كما كنت تقول يعني السؤال نصف العلم، الذي لا يسأل لا يتعلم معه لابد من أو يتساءل على الأقل. سي الحبيب، ونحن نتكلم في هذا الإطار في شهر رمضان المبارك، سي الحبيب، المساجد تعج بالمصلين سواء كان في الصلوات الخمس أو في صلاة التراويح، وفي وأيضا تعج بقيام الليل، وأيضا ربما أنه كثر هم الذين في شهر رمضان في لهفة إلى الصدقة، وفي لهفة إلى الأعمال الصالحة، وفي لهفة إلى التحري يعني في الأقوال وفي الأفعال وفي وفي الممارسات. وبمجرد أن يخرج شهر رمضان كانوا شيء لم يكن، وسمحني في الكلمة بين ظفرين، عادت حليمة لعادتها القديمة يعني أينما كان، يعني وكأنه يعني وكأنه يعني رب رمضان ليس هو رب بقية الأيام الأخرى. بعد أن أقول لهؤلاء الكلمة لك في هذا اللي طالب بطبيعة الحال بصفة عامة. شكرا دكتور، أنت أثرت نفس المسألة ولكن بطريقة مختلفة، هو نفس السؤال ولكن بطريقة مختلفة. والحقيقة الإشكال هو موصول مثلا على غاية من الأهمية، يعني في الأخر بالكل كأن احنا نسأل شنو الفرق بين شهر رمضان وبقية الأشهر، ماذا بعد رمضان، ونفس الشيء وكأنك تقول ماذا قبل رمضان، معناها كأنك تقول ما الذي يميز هذا الشهر على بقية الأشهر، لأنه شهر رمضان هو شهر مختلف، لأنه شهر رمضان ربي سبحانه وتعالى حب يخليهنا مدرسة روحية تربوية دينية عقائدية أخلاقية اجتماعية عبادية كما تحب. أنا رمضان يعلمنا كيفاش نتواصلوا اجتماعيا، كيفاش نصبروا، كيفاش نرحموا القليل والمسكين والفقير والجيعان، كيفاش نتعاطفوا مع هو يعلمنا هذا في يعلمنا مدرسه. اذا كيف نكون بعده اي مدرسه كامله رمضان. هيك علاش مشروعيه وين جي لهنا ماذا بعد رمضان. نعم، يعني انا لما ندخل اليوم نصلي العشاء ونستحضرك وقتاش كيفاش كنت نصلي في العشاء، خلينا نحكي على الصلوات المكتوبه، ما نحبش نحكي على النوافل. يعني وقت اللي نجي لصلاه مكتوبه مفروضه ندخل الجامع في شهر رمضان باش نصليها في المغرب بيديه وقت صيام جمعة معبي، وندخلوا اليوم للجامعة ووقت افطار ووقت رياحية وجامعة ماهوش معبي، العشاء نفس الشيء، الصبح نفس الشيء. هناك إذا مثلا في الأخر بالكل أنا خاطر باش نولي نفكر في الحكاية، معناها نقول ماذا يعني أنا
نحن نعرف صوم رمضان هو ركن مهم من أركان الإسلام الخمسة معروفة، معناها الأمر نفسه بالنسبة للصلاة، الأمر نفسه بالنسبة للحج، الأمر إلى آخره، معناها وفي حديث واضح معناها للنبي صلى الله عليه وسلم. علاش زمننا ذايا والركن ذايا نعطيوه أقصى ما نجم نعطيوه، ثم حينما ينتهي زمن الركن ذايا نسكت على بقية الأركان الأخرى ونتعاملوا معها كأن شيئا لم يكن. أنا هنا يطرح سؤال زادة رو نقول جوهري مهم وجوهري في حياتنا احنا المسلمين، معناها سؤال ديما قلت وقلته نهار العيد في الإذاعة، ماذا يعني انتمائي للإسلام وماذا يعني انتمائي لأركان هذا الدين وماذا يعني تعظيمي لشعائر هذا الدين؟ هل مسألة تقليدية موسمية أم المسألة هي مسألة أخرى وأنه مسألة تربوية ودينية وعقائدية، يعني أنه شهر رمضان يتحول إلى مدرسة يعلمنا ويربينا ويثقفنا، يعلمنا كيفاش نحب ربي، يعلمنا كيفاش نحيو من الله، يعلمنا كيفاش نتقي الله، يعلمنا كيفاش نخاف الرحمن الرحيم. هنا ديما مشكلتنا الأساسية كمسلمين اليوم هو هذا. الآن السؤال اللي طرح شنو هي الأسباب، أنا نقول شنو هي الأسباب اللي تدفع لهذا الأمر؟ في تقديري أنا ثم ثلاثة أسباب في عملية الانتكاسة يعني ورجوع بعد رمضان. سأعود إليك بعد هذه الأسئلة التي ستطرحها، نخليك معها يعني بعد حين. شكرا في مذهبة إليه سي الحبيب. سي جمال، سي جمال الذي يعني صام رمضان وعاد إلى الله وتاب إلى الله في شهر رمضان وأناب إليه، وفي الحقيقة أخذ عهدا، ضرب عهدا بينه وبين الله، وهذا العهد من المفروض أن يحافظ عليه. قال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وفي الحقيقة هذا العهد بمثابة الأمانة، يعني أن الرجوع إلى الله والتوبة إليه. وسبحانه وتعالى يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول لا دين لمن لا عهد له ولا إيمان لمن لا أمانة له. يعني هذه النصوص تؤكد أن من يعني رجع إلى الله وأخذ على نفسه عهدا يعني بينه وبين الله أنه تاب إليه وأناب إليه، المفروض أنه يواصل ويحافظ على هذا العهد. يعني بعبارة أخرى أريدك أن تقف عند قيمة العهد هذا الذي يجب أن نحافظ عليه، هذا يعني الرجوع إلى الله في شهر رمضان، وأن نواصل يعني على هذا العهد، والذين يعني يخرجون عن هذا العهد بماذا يمكن نتوجه إليهم؟ الكلمة لك تفضل، سواء في يعني ما مضى من كلام أو في هذا المستوى. سؤال ماذا بعد رمضان وفي حقيقة الأمر أقرب إلى التساؤل أكثر من السؤال. نعم، وهذا التساؤل إذا غيرنا صيغة السؤال فهو يحمل نوع من الحيرة المتساؤل، يعني ما الذي تغير في رمضان لمستوى سلوك الإنسان المسلم بين ظفرين، لأن كلمة إسلام منفتحة تعريفها. هناك دائما هو بين النظري العقائدي النظري ما يجب أن يكون وما هو موجود في الواقع. الشأن الديني في تونس في المجتمع التونسي طقوسي، التعاليم أو الممارسة الدينية لا تتعدى مسألة الطقوس الجامدة، فهم الدين فهم سطحي. الناس جحافل يذهبون إلى المساجد كبار وصغار نساء وأطفال، قيامة قامت الإسلام صي وخف على رجليه وسنصبح أحسن أمه وخير أمه فتح جديد، ولكن حتى أطفال الرضع يعني الناس تعموا أصواتهم ونحن بترويحهم حتى الرضيع يدخلوا في المجلس. لكن بمجرد انتهاء شهر رمضان تعود حريمة إلى عادتها القديمة، ولأننا نتعامل مع المناسبات الدينية كأنها موضة رمضان، موضة نشبع مليح نأكل مليح أمام مليح تراويح باش نهضموا، ربما مش حتى العبادة في حد ذاتها، لأن دخلت في العادة. لازم نفرق بين العادة والعبادة. تونسي يتعامل مع الظواهر الدينية تعامل فولكلوري مضحك. في نافلة وفين تكون صلاة التراويح شنو هي حكم الشرع؟ هو ساعات تلقاه ما يصليش الفرائض ويهتم بالنوافل.
هو أحب إلى الله هي الفراغ قبل كل شيء. وبعد النواف هذيك هذيك للمحبة باش نبقى شراب يعب جديد فراغ هذيك بعض. والنواف كتكثر منها حتى أحب رب يقول. فإذا أحببته كنت يده التي يبتش بها وعينه التي يبتش بها. توسي زعيم كل في النواف يعيش كيف النواف كهو. حتى بقينا إحنا في النواف أمة بجانا عايشة في النواف هي أمة النواف. وأنا أخذ بيزي من أمور إذا كيزي من المفاهيم الدينية ترتبط بالواقع دي تعالجه وتغيره. ما قيمة صلاة وحج وصوم يقول المعارش يقول صلي وصوم وتفي مكة سائر 70 لست عن فلست بنسك. ونقول توهمت يا مغرور أنك دين علي يمين الله ليس لك دين. تمشي إلى البيت الحرام تنسك ويشكو جارك البائس الخديم. يعني ما شاء الله كنت في رمضان وفي غير مسجدين ما زلنا نعيشوا في هذه المرحلة في كل لحظة. الدين الدين نأخذه بالمعنى الطقوسي الشكلي الفونتاستيكي المضحك. وهذه أزمة الثقافة الإسلامية. هذه أزمة نظرتنا للتراث نظرتنا للدين. ننفعل فيه ماذا بعد رمضان؟ لا شيء يا حبيبي بعد رمضان. يعود الناس إلى سيرتهم الأولى كما كانوا يعني. فبش كل نهار العيد ينصب القعدة يعني فهمت لا ويتوكل على الله. وما تلك بعساك يا موسى. التحلل الأكبر التحلل الأكبر في مستوى الفساد يعني. موسي جمال وأنت الذي لك نصيبا من اسمك في مستوى جمالية الكلام وجمالية ال وجمالية عاد تونس نحكي تونس ما هو ما عندوش عاد ما عربي من عاد وجمالية الكلام نحن أردنا نحن في نظري نحن نحن أردنا يعني لحظة نكمل إيه مش نجيك الغادي مش نجيك الغادي إحنا هذاك علاش نحبوا أنه نحطوا يدينا على الجرح يعني على العهد هذا اللي الناس في بالها أنه أكهو وفي رمضان أكهو يوديك العهد اللي عندهم عربية ذاك رمضان شنو هو زمن والمسلم مدعون إلى تجديد الزمن وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة وعي الزمن وعي الزمن نعم وإن أن يتجدد يتجدد مع الزمن يبقى اليوم هو يعني أمسه كيوم وغده كيوم هذا نهار خدمة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكون أن يجب الإنسان أن يتجدد ولكن كيف يتجدد على مستوى الوعي وعلى مستوى العمل يجب أن نفهم أن الدين غايته ليس العبادة المعلقة في السماء هي سعادة الإنسان على الأرض وكيف يترجم هذا الدين ليكون مصدر سعادة مصدر يعني يحل المشاكل الاجتماعية. لا قيمة لدين معلق في جدران المسجد. شو الفرق بين الإسلام والمسيحية إذا كان استووا كلهم هذيك المسيحية لخدمة الرب وجماعة يتفرقوا الموت وهم شكون طول تغدي وخدمة الرب وتنجي في الحرام ويخدم في خدمة الرب وكيف كيف وتعرف قصتك أكل الصحابي لأنها الكل يعبد في ربي في المسجد وعمر في المسجد من يعوله كاس جديد شكون يعوله قالوا أخاه سوي في الكلمة قالوا أخاه أخوه يجري عليه هو ريق الدار كل كان يسبع وسن عمر قال أخاه أعبدوا منه وضربه أبونا أخاه أعبدوا منه ضربه وطارده من المسجد أخوه أخوه الرجال هو اللي قاعد يشتغل هذاك أعبد العمل هاو العمل أخوك أحسن منك نعم رتيك شكرا سي جمال في ما ذهبت إليه نحن هي. لما لا لا لا, لا عادي عادي نحن نريد أن نحن نريد أن نضع يعني النقاط على الأحرف حتى يتبين لمستمعينا لأنه كثر هم الذين يتجاهلون أو يجهلون هذه المسائل وفعلا يظنوا أنه وخاصة منهم الرمضانيون هؤلاء يعني اللي يتصوروا أنه العبادة يعني في رمضان كهو مش بتنصلي وصومك تثقيف ولذلك يعني لما سمحني سي جمال ولذلك لما تناولنا هذا الموضوع رغم موضوع من الأهمية بمكان لأنه بعد رمضان الناس ترجع يعني كل عادة يعني أنا أعطيك مثال سي لازم مثال بسيط أنا تلين نقري فيها ما يفرقوش بين الخمر والجزوز يعتبرون الخمر جزء كما الجزوز بالضبط ويسيروا مشيوا بها الخمر حرام في رمضان قلت لكم حرام في رمضان وفي غير رمضان هذا سؤال قلت لهم سؤال مهم انتم تهينون بهذا السؤال يعني توشي ما عندوش ثقافه مساله ثقافيه قبل واش يقول كلمة كان موعظ الواعظون منا وقام في الارض انبياء فانصرفوا والبلاء باق ولم يزل داء كالعيام هاك حتى الدروس في المساجد ما شاء الله وعظ وارشيد وماكله بعضها تقول هذه خلت وجدت وبعد يعود الناس كما كان
طيب سي جمال، سي جمال، نحن نريد أن وتغير صورة تصور عند الإسلام. نحن في حاجة إلى إعادة النظر من جديد في فهمنا، في فهم لهذا الدين وفي علاقته بالواقع، في علاقته بالواقع. أحبائي ومستمعين الأفاضل، نخرج فاصل ثم نعود، فلا تذهبوا بعيدا. شكرا. إذا كل نهار جمعة على الحياة فهم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعي الأفاضل، عدنا والعود أحمد إلى برنامجكم إذاعات في حصة جديدة متجددة بعنوان ماذا بعد رمضان. ونحن لما نطرح هذا السؤال واعون تمام الوعي بمدى قيمة السؤال وطرحه، ثم بمدى الموضوع في حد ذاته، يعني ماذا بعد رمضان، لأننا نرى ما نرى من الانتكاس والنكوس والرجوع إلى ما قبل رمضان. لما نتناول هذا الموضوع نريد أن نتكلم في ما يمكن أن يكون بعد رمضان من مواصلة العبادة، عبادة الصلاة، عبادة الصوم، أيضا عبادة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، الصدقة، طلب العلم، التعاون، التضامن، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، يعني كل هذه كلها تسمى عبادة، هذه كلها تسمى عبادات. سي خالد، ونحن نتكلم عن هذا في هذا الإطار، ماذا يمكن مثلا لو نتكلم نريد أن نحدد يعني ونعطي أمثلة، ماذا يمكن مثلا في مستوى الصلاة، يعني في مستوى الصوم مثلا، نحن في شهر رمضان، ما هي يعني الأيام التي كان يصومها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بعد يعني رمضان، وهذه يعني ست من شوال ويعني دلالتها وقيمتها، وما هي الأيام الأخرى الكلمة لك، حتى يكون يعني المسلم والمؤمن في تواصل مع هذه العبادة وفي تواصل مع رب العالمين. الكلمة لك سي خالد، تفضل. شكرا سي الأزهر. مرحبا. تفاعل ما ذكرته سي الأزهر ما ذكر سي حبيب وسي جمال، هو سؤال اللي طرحه سي حبيب، تطرحه ماذا بعد رمضان، ماذا في رمضان، وماذا قبل رمضان. لو نرجع للسيرة النبوية العطرة، ربما الكثيرين لا يعرفون ما سنقوله الآن، وربما البعض أيضا يعرف. نعم. الرسول صلى الله عليه وآله كان بصفة خاصة الشهرين اللي قبل رمضان تقريبا أغلبهم يعديهم صيام. نعم. بل الأوكد أنه 15 يوم الأخيرة ما قبل رمضان يعديها صيام. هذا باش ينعكس أو يتواصل أيضا ما بعد رمضان. علاش قلنا احنا نحافظوا على هيك المرتبة اللي وصلنا لها روحيا ومعرفيا في علاقتنا بالنور سبحانه وتعالى، في علاقتنا أيضا بذواتنا وبالمحيط. ما بعد شهر رمضان كي نحكوا للصوم سي الأزهر والسادة المستمعين، من الثوابت أنه ثم أي جزء أيامات اللي هما الاثنين والخميس هذوما يتصاموا فيهم أجر عظيم، وأيضا ثم ثلاثة أيام في كل شهر اللي هما يسموا الأيام البيض اللي هما 13 و14 و15 من كل شهر. والأيام هذوما فيهم أجر عظيم، وكان نحبوا نتجاوزوا حتى الأجر فيهم، حتى على المستوى الروحي، على المستوى المعنوي، على مستوى السمو بالأخلاق وبالقيم وبالذات، ومزيد القرب من المولى سبحانه وتعالى. لما لا ما نحافظوش على يكونوا هكا ثلاثة أيام اللي هما الأيام البيض 13 14 15 من كل شهر يكونوا صيام، منها نجدد العهد مع المولى سبحانه وتعالى، منها نحافظ على هكا الروحية اللي الصوم جنة والصوم صحة إلى غير ذلك. وفيه أيضا كان نحكي على الجانب الاجتماعي، الجانب الصحي، احنا في إذاعة القريبة عند الصحة، لو من بين المنافع الكبيرة للصوم إضافة للجانب العبادي والروحي هو أنه صح. بل أنه من مظاهر الإعجاز في الصوم أنه ثم بعض الأطباء وبعض الأشخاص اللي يمر بأمراض معينة، خاصة أمراض المزمنة واللي ما عندهش أدوية على الأقل في الوقت الحاضر، اكتشفوا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أنه من بين طرق العلاج الفعالة هي الصوم، مثلا السمنة والأمراض المزمنة وغيرها، من بين المسائل أو الوسائل العلاجية هي الصوم، إضافة لأنه هو تربية جسدية مش فقط تربية روحية، أنه البدن باش يتربى على سلوك معين يختلف على السلوك اللي هو في باقي أيامات السنة الكل، والبدن بتبيع ويجدد. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سوم وتصح، حديث واضح، يعني الحديث صريح. نعم. إذن أحيانا البعض
بعد شهر رمضان في تقديره طريقة واعية أو لواعية أنه شهر رمضان حرمه من الأكل والشرب والتمتع بال... فيرجع بعد رمضان و... يعني اللي يربحهم في رمضان يربحهم جسديا يخسرهم في يخسرهم في أيامات بعد هو المقصود من شهر رمضان مش فقط الامتناع هو الحد الأدنى يعني الأكل والشرب وبقية السنة الأخرى هو تربية روحية هو تربية جسمية جسدية ذهنية روحية تربوية علائقية هذا كله نحافظ عليه ثم قول الإمام علي يقول كل يوم لا تعصى أو لا تعصي فيه الله سبحانه وتعالى هو يوم عيد نعم. كان نحب نشوفه مفهوم العيد بالمعنى العميق مش فقط أنه يوم جاء بعد نهاية الصوم أو جاء في مناسبة كل يوم طيلة السنة الدراسية السنة اللي عشوها لا تعصي فيه الله سبحانه وتعالى فهو يوم عيد وكل يوم نحافظ فيها على السقف اللي وصلنا له من السلوك والأخلاق والقيم والروحية نحافظ على الأقل باش ما نترجعوش أو نزيد فيه فهو يوم عيد باهي سي خالد أبقى لي لنا باش نترى السؤال سي الحبيب ونرجع لك ومش نرجع لك فين كنت سي الحبيب كان يذكر سي خالد يقول وأنه علي بن أبي طالب يقول كل يوم لا أعصي فيه الله فهو عيد فهو عندي عيد شنو هو علاقة يعني قول علي بن أبي طالب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من تساوى يومه فهو مغبون من تساوى يومه زوز كيف كيف فهو مغبون ونحن نعرف أن علي بن أبي طالب تربى في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم العلاقة بين القولين كلمة لك خليني لك الكلمة نعم هي نعم خليني نتأمل برشا في قولة سيدنا علي بن أبي طالب لأن الكلمة هذه مشبعة روحا ومشبعة إيمانا ومشبعة تقوى دائما وأبدا هي تختزل في تقديري أنا مفاهيم عديدة وآيات عديدة وأقوال عديدة سواء معناها آيات قرآنية أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو أقوال شهيرة يقولوها برشا علماء وقت اللي يقول لك أنا راني بالقدر اللي أطيع فيه ربي وألتزم فيه بالمطلوب فهذاك عيدي لأنه هذاك يختزل مفهوم العيد الحقيقي في الوعي العقائدي الإسلامي نعم الوعي العقائدي الإسلامي نرجع حتى نذكره ديما نقوله ثم حاجة ديما نقوله فيها في جوامع معناها للصائمي فرحتين حين يفطر وحين يلقى ربه روى الكلمة يقرأوها الناس ببساطة لكن هي عظيمة معناها أنا نفهم الكلام هذا بالمعنى اللي يقول فيه سيدنا علي طب وقت اللي أنا أفطر فأنا فرح يعني أنا مش فرحان لأني صمت رمضان وقمت معناه جبت الصيام والقيام لا هذا شوي هذه رؤية قاصرة هذا مفهوم بسيط لأنه الرؤية ذي تخلينا في الرؤية المناسبتية يقعد رمضان وما بعد رمضان غير رمضان في حين كيفاش نغزروا البقية الأشهر بشكل نقدر بالش الى شهر رمضان ديما احنا في ذاكرتنا في مخيلتنا وفي فهمنا وفي عقيدتنا وفي تصورنا شهر رمضان مختلف لكن الواقع وقت اللي نتاملوا نعرفوا نقروا نعرفوا نتبعوا نعرفوا نحلوا روى انه شهر رمضان يعلمنا مش باش يكون هو مختلف فقط تعلمنا لانه هو مدرسه تربويه روحيه ولكن باش نكونوا احنا مختلفين في علاقتنا بالله الاختلاف بمعنى الايجابي راه بمعنى كمال الايمان بمعنى تعظيم شعائر ربي على قدر ما تعظم شعائر ربي على قدر ما يجازيك ربي في الدنيا هلا بذكر الله تطمئن القلوب كل حاجة تعملها في بقعتها في مكانها تعظم فيها شرع ربي ما تجوزش فيها الحلال تحله والحرام تبعد عليه نفسانيا تقعد مرتاح هذاك هو ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أنت إنسان سعيد متوازن تحط رأسك على المخدة بلغتنا العامية البسيطة سهلة تشبع نوم هذاك العيد هذاك عيد الإنسان هيك الإنسان اللي نفسانين ساعة مرتاح
ونفس ثانيا داوي متداوي متداوي بشرع ربي متداوي بالقرآن، يعني القرآن هذا هو هذا ما معنى راه القرآن يكون شفاء ودواء. لما وقت اللي أنت ما تحسش وأنه عندك رسالة وأن الرسالة هذه على تنوع على اختلافها على هي تصب في مصب واحد، نهار صايم ونهار فاتر، لكن في الحقيقة أنت تقوم بحاجة واحدة اللي أنت عندك وعد وعهد مع رب العزة. ما هو العهد معروف معناه، ما هو علمه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وقت جاءه واحد سأله قال له قل آمن ثم استقم، هذاك الاستقامة. اللي هما وقت اللي أنا أنطبق شرع وإلا أنا نجيب نافلة سواء في الصدق سواء في الصيام سواء في الصلاة، وقت اللي نحسن معاملة الناس، وقت اللي نفهم ديني فهم جيد، وقت اللي نقرأ باش نتأمل في القرآن الكريم، وقت اللي نسمع القرآن الكريم كما طلب مني ربي ذلك، وما نهجرش القرآن وأنا نسمع، وما نهجرش القرآن وأنا نقرأ، وما نهجرش القرآن وأنا أتدبر فيه، أكتشف ما معنى أنه كل نهار أني وقت اللي يقوم بواجبي يقوم بالدور اللي لازم أقوم به نكون أنا يومي يوم عيد. ومع ذلك هو نفس المعنى اللي كنت أذكر فيه رأى في الحديث الآخر، بقدر ما تختلف الأيام والأفعال وبقدر ما تتباعد، المهم ثم أنك ماسك بالعروة الوثقى، أنك ماسك بما به تطمئن، بما به تنتمي إلى هذا الدين، بما به تنشد كمال الإيمان، ما به ترفع اعتقادك في عقيدة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا هو رو هذا الفرق بين الإنسان اللي هو فهم ماذا يجب عليه وما الذي يجب أن يفعل، وبين الإنسان اللي يقلد ويتبع. يجي رمضان تولي عادات وتقاليد وتولي لما وتولي وتراويح وتولي 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 وبعدها شيشة، وكان لزم بعدها أكثر من الشيشة أشياء أخرى، لأن هذه عادات وتقاليد ما هيش نابعة، ما هيش نابعة من القلب، ما هيش من القلب إلى القلب، ما هيش من الروح. يعني حتى العقيدة الروحية، حتى الجانب الروحي في والإيماني والعقائدي في شهر رمضان خذينا منه كان قشور، خذينا منه كان الجانب الفولكلوري، الكلمة اللي قلت أنت، أما خلينا نقول إيش معناه الفولكلوري، ربما عامة الناس ما يفهموش الفولكلور هو التقاليد والعادات والواحد ما تعود عليه الناس، إحنا كيكة معناها يلزم يضرب المدفع، يلزم العشاء معناها ثم معناها العشاء يلزم يكون فيه كذا وكذا 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 وكذا، لو كان العشاء ما فيش الحم هي تولي مصيبة خير. رمضان ما عادش ولي عظمة رمضان وتنشئ معركة غير من هيرين ثلاثة مطلب شعبي. إذا هناك الحقيقة هناك إشكاليات موصولة فينا إحنا في فهمنا الحقيقي لعقائدنا، في مدى استيعابنا لجوهر ديننا، في مدى استيعابنا الجوهر أركان هذا الدين. قبل ما نبدأ نحكيه على السنن والنوافل والكل، وهكا بطريقة هذه النجم الابني والنجم نصلح والنجم نراجع أمورنا. معناها رف الأخر بالكل باش نرجع لك دكتور، سؤال كبير برشا ومهم برشا، لأنه سؤال في الواقع يشرع له واقع معين. معناها هذاك ناس غافلة، معناها ناس ربما هازها الهواء متاحها. هذاك علاش سي الحبيب احنا كما قلت أنت الناس هازها الهواء وناس غافلة، هذاك علاش احنا نتناولوا في مثل هذه المواضيع باش انه نحسوا الناس ونقربوا من الناس اكثر، وهذا بطبيعه الحال راهو حقهم علينا، واحنا هذا واجبنا تجاههم وواجب هذه الاذاعه الفتيه التي ما فتئت يعني تضي في كثير من المجالات. اعود اليك بعد حين سي الحبيب، الكلمه تو الاستاذنا الفاضل سي جمال السيدي. سي جمال السيدي يقول ربي سبحانه وتعالى حتى نعرف وحتى يعرف المستمعون الأفاضل حتى يعرفوا أنه ليست يعني العبادة إلا في شهر رمضان حتى لا ننتكس ولا نعود إلى الوراء ولا ننكس على العاقبين، يقول رب سبحانه وتعالى واعبد، وهو خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، تأتيك الموت. يعني ما رأيك لو كل واحد يفهم هذه الآية ويأخذها يعني كشعارة ويضعها بين عينيه، يعني ماذا تفعل فيه، ماذا تصنع منه، ماذا تجعل منه؟
كلمة لك في هذا الإطار وغيرك. نعم. عن السؤال قبل هذا السؤال قلت ما العلاقة بين الحديثين؟ نعم نعم ونفس الشيء رواه تلقاه مربوط. فهو مربوط وحديث قول علي بن أبي طالب. قول علي بن أبي طالب. العلاقة بينهما هي ضرورة تجديد النفس. نعم. وأن لا يعيش الإنسان فيما مضى، أن يغير نحو الأحسن. هذه هي العلاقة. وتجديد النفس بحثا عن السعادة، والسعادة لا أعتقد أنها تكون في بعد الإنسان عن ربه. الإنسان لا يكون سعيدا في معصية، تستوي المعصية والسعادة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة والعياذ بالله من القيامة. قال ربي لما أحشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعم. نحن في تونس هذه الصغيرة البلد لها حضارة. في مسألة الدين والتدين نحتاج إلى ثورة ثقافية فكرية تنويرية حتى نفهم جوهر الإسلام. نحن نعيش في الشكل، نعيش في القشور، نعيش الإسلام الموروث عن أجدادنا، وليس أجدادنا البعيدين في الزمن الغائرين في الزمن، أجدادنا الذين من دخلهم الاستعمار واخترقتنا الاستعمار الثقافي، اخترق الشباب اليوم واخترق الجيل أيضا. والدين في شعوب، لدى الشعوب العربية تقريبا وأكثرها تونس، الدين مسألة تكاد تكون ثانوية في مستوى الممارسة وفي مستوى الثقافة متصحر، هناك تصحر في مستوى حتى فهم الحقائق الدينية. هناك هو سحيقة بين ما يجب أن يكون وما هو كائن، ما هو موجود على الأرض. كيف نجدد العهد؟ والله كيف نجدد؟ هذا دور المفكر الإسلامي، المثقف الإسلامي الذي يعتقد دائما أن الثقافة الإسلامية ثقافة كولينيارية كونية، ولو قدر لهذه الثقافة أن تحظى بمنزلة في برامج التعليم لصهرت جميع الثقافات وأصبحت ثقافة مهمة. وهذا هنا من هنا يبدأ إصلاح شأن الدين. تعطي في حصة الطالب الإسلامي يعطيها ساعة في برامج مهمش، تعطي أولوية لمواد أخرى. اليوم بس زميل بتاع الرياضيات قال شنية قيمة المؤسسة التربوية ما فيهاش مات؟ قلت وشنية قيمة المؤسسة التربوية ما فيهاش تفكير إسلام؟ هاك شو قلت الأخلاق تراجع للرياضيات، هي فزت غياب الرياضيات فزت الأخلاق والغياب الأخلاق. قلت لك باش تقاوم فساد الأخلاق؟ تقاوم بالرياضيات أخويا مع احترامي للرياضيات، احترام الرياضيات ما أفلاطون يقول من لم يكن رياضيا فلا يدخلن علي. هنا أقول لكم من لم يكن مسلما فيدخلن علي. كيف نفس الشيء كان ضاعت القيم والدينية في المجتمع. هكا تشوف تلين بقر متعجموش ما مملكة حيوانية بالحق راهو. وصلنا لدرجة غريبة. أنت قلت ماذا بعد رمضان؟ ماذا قبله وماذا في رمضان وماذا بعد؟ ثلاثة الأزمنة نجمعهم كل مع بعض نجمع كيف كيف. ربما في رمضان أخطر مما بعده وما قبله. الناس شياطين الإنس انطلقت بكل حرية، غلاء أسعار، احتكار، ضرب مضروب بالشوارع. قولي ماذا بعد رمضان؟ شنو وقع في رمضان؟ وقع هالشيء، وقع الأسوأ مين قبل رمضان. أنا مش أنا ذاك نحن يعني شو الواقع عشان نتكلم كم هكذا. مش منحبش إن حاجة نظرية، نظرية برش منحبش نعيش في النظرية. الإسلام لازم يكون موجود مطبق كحقيقة وكجوهر وكممارسة. هذا الأصل معه. هذا الأصل. طيب ونحن في هذا الإطار ونتكلم حتى نواصل في العبادات وفي العلاقة مع الله، يقول الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وهو الموت. يعني الإنسان ينحو هذا المنحة في علاقة متواصلة. تأويل اليقين بالموت تأويل مش هذا المتفق عليه باعتبار أنه هذاك هو الأخير معناتها، فهمت؟
وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هو الموت لأنه هذيك الدرجة الأخيرة، حتى الأخيرة هذيك المعطى الأخيرة نعم في العمل بتاعك الدنيوي. هذاك علاش مساو حملوه على حملوه على والإنسان مساو سأتي. وبطبيعة الحال الآية تقول يا أيها الإنسان وإنك كادح لربك كدحا في ملاقيه، فالنتيجة يعني فلابد لكل مسلم ولكل مؤمن أن يطرح نفسه هذا السؤال، بماذا سوى لاقي ربي معه؟ فهمت؟ ورب رمضان يعني رب بقيت الأيام، رب بقيت الأيام. ولذلك طرحنا هذا السؤال، طرحنا هذا السؤال. أنت في عمل متواصل، أنت تكدح نحو الله بكل الأعمال التي تمتلكها، سواء كان نتكلم عن الجانب الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي من حيث مكانك. و نحن نعبده ونرجو رحمته. لا استناني والاسم من بعد حيث يكون مرفوع ويعرب باسم حيث، لأن ثم شكون يسمع فيه يقول ايش بقرفعته راو يرفع الاسم من بعد حيث ويعرب باسم حيث. نعم يعني كل من حيث مكانه هو في مسيرة ونحو ربه، وينحت ويبني كيانه من خلال علاقته بربه، وأيضا ينتبه إلى أن يؤتى هذا الإسلام ويؤتى هذا الدين من جانبه، سواء كان في مستوى العمل أو الأخلاق أو كل ما يقوم به. سي خالد، الرسول صلى الله عليه وسلم، لأني مش سأعود من أين يعني أنت وقفت ومواصلة هذه العباد، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان واتبعه بست من شوال، مش نمشي الأمور ممارسة شوية هكا فهمت، فكأنما صام الدهر كله. الحسنة بعشرة أمثالها، 30 في العشر 300، وستة في العشر 60، 360 هذوما الأيام تاع السنة القمرية. عملية كان... حسابية شكلية. أي بطبيعة الحال تقربها على الأقل من عامة كيف كان. كأنما صام الدهر كله تنجي بطبيعة الحال. لا احنا رانا نبسطوا في العملية ونقربوا فيها من المستمعين. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا كان يصوم من الأيام الاثنين والخميس، وسئل يعني لماذا تصوم يوم الاثنين؟ قال ذلك يوم ولدت فيه. وهذا يحيلني على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بمولدي. إذا من قال الاحتفال بمولد النبوي بدعة فكلامه مردود عليه. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يحتفل بمولده بطريقته الخاص، ذلك يوم ولدت فيه. ولما سئل لماذا تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، قال تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين ويوم الخميس، فأحب أن يعرض عملي على الله وأنا صام. يعني نحن نقول لمستمعينا يعني في يعني هاي العبادة في مستوى الصوم هي متواصلة يعني تقريبا كامل الأيام. وأنت سيد كنت تقول يعني الأيام البيض هذوما يعني ثلاثة أيام من كل شهر، يعني نحن في عبادة، نحن نكدح في عبادة نحو الله سبحانه وتعالى. لا ننسى أيضا أن نقول لمستمعينا أن الله سبحانه وتعالى غايب عنا بسبحات الجلال، والغائب هذا بمرور الزمن إذا كان ما ثماش يعني علاقة تربطنا به في مستوى العبادات يعني ننسى. هكا طبيعة الإنسان أنه ينسى. فربي سبحانه وتعالى عمل لنا هالعبادات هذه من صلاة وصوم وحج و اسمها قربة إلى الله. نعم هي قربات إلى الله سبحانه وتعالى أن تذكرنا بهذه الذات. وهم الصلوات الخمس اللي محطات نقف عندها اللي نحاسب أنفسنا، وما صوم رمضان كذلك، وما يعني بقية الأيام التي نصومها كذلك. يعني وهذا بطبيعة الحال يعني سيبني فينا الصدق في القول، الإخلاص في العمل، يبني فينا يعني المسؤولية، يبني فينا يتحمل الأمانة، والأمانة أمانة. الكلمة لك سي خالد، تفضل. شكرا سي الأزهر، مع السعادة ما كنا بسعادة. أولا في علاقة بمفهوم اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، نعم الفهم السائد أن اليقين هو الموت، لكن فهم العرفانيين مش هذا. خاصة أنه لما نرجع لمفهوم الموت في الثقافة الإسلامية، الموت راه مش بالمعنى السائد عند العوام أنه الإنسان كان موجود وانتهى. الموت في الثقافة الإسلامية هو محطة للانتقال من مرحلة من نوع حياة إلى نوع حياة أخرى. بل أن القرآن الكريم يقول أن الحياة هذه اللي العوام يتصورها هي كل شيء، هي لهو ولعب وتفاخر وتجارة فالحياة الحقيقية هي المرحلة الثانية. نعم. باش ننتقلوا لها بعد لحظة الموت، باش ندخلوا في عالم الخلد وهي الحياة الأبدية. أتمنى وهذا ما يقوله كان تحكي هذا ما يقوله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الموت باب كل الناس داخله فيا ليت شعري بعد الباب ما الدار. تفضل. وقلش هو الفوز العظيم وقت اللي يفوز الإنسان بالجنة، وقت اللي يزحزح
ومن زحزح عن النار فقد فاز ومن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز فوزا عظيما. أيضا في مفهوم اليقين كما قول الله ابن طالب أيضا يقول فيها في العلاقة بسلم أو درجات الإيمان. يقول من أسمى درجات الإيمان أو مؤشرات الإيمان كان حبه أو مواصفة الإيمان أن تكون بما في يد الله أيقن مما في يدك. يعني كان حبه نوصل درجة الإحسان في الإيمان والإسلام أن نوصل الدرجة من الكمال في الإيمان حتى نعتقد أن ما في يد الله أيقن مما في يدي. وقتها تون نحكي على لماذا نصوم 3 أيام من كل شهر خاصة 13 و 15 ولماذا نصوم 2 وخميس ولماذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم 15 يوم قبل رمضان وأحيانا يصوم شهر كامل وأحيانا الشهرين اللي قبل وأحيانا اللي بعد وأحيانا يصوم حتى يظن الصحابة أنه أيامته كل صوم ويفطر حتى يظن أنه كل إفطار وهكذا. نفس الشيء مع الصلاة مع الزكاة مع الصوم مع الحج إلى غير ذلك. أيضا مش نرجع المفهوم في علاقة كافية وصحبية شوية كيف نتعامل مع بعض النصوص سواء كان النص القرآني في التفسير والتأويل أو في الأحاديث النبوية في مستوى فقه تلك الأحاديث. نعم. وتم للأسف علم من بين علوم الحديث وللأسف والعلم هذا على العقل في حدود ما نعرفه وإحنا واللي متداول كأنه أهمل أو متروك أو نعم. لا يأخذ حظه حتى في تدريس الجامعات في الجامعة الزيتون نعم. وغيرها نعم. اللي هو فقه الحديث يأخذ تقريبا نفس أهمية وقيمة علم التفسير أو علم التأويل التعامل مع النص القرآني في تدبر النص القرآني. فما حديث نبوية كثيرة لو أننا نتعامل معها معاملة فقه هذه الحديث مثلا الحديث ذكرته أنت إذا تساوى اليومان بالنسبة لنا تساوى يومان فهو مغبوب نعم. لو نقفوا عنده ونحللوه ونفهموه كلمة كلمة وما بين السطور وما بعد السطور وما فوق السطور وتحته يعني المؤمن ولهناك القول اللي ذكرناه سابقا وذكرناه اليوم أنه حسنات المتقين وما أدراك سيئات الأبرار. سيئة مش بالمعنى اللي نفهموها عند العوام يعني أنا متقي يمكن نعمل 100 ركعة في اليوم ونواظب على الشيء هذا 100 عام. بالنسبة للأبرار لو أني نعمل 1000 ركعة مش 100 ركعة ويكفي في يوم من الأيام يوم التالي نهبط على 1000 نعمل 999 فاصل بالنسبة لهم هي سيئة. سيئة لأنها نقيسة لأنه وكاليش هو كل يوم لا أعصي في الله فعيد نعم. وكاليش نلزمش اليوم أمس يتساوى مع يوم اليوم واليوم مع يوم غد. هذا كان حبوا نقربوها عطم بسطول للسادة المستمعين. التاجر اللي يربح اليوم مليار زعم يحب يرجع لو غدو يربح مليار احكي مع نفسين تتقامري تتقامري مش رادة. ليش؟ لأنه يومه تساوى البارح ربح مليار واليوم ربح مليار دون بالنسبة لي خسر. إذا مثلا مش إضافة ولو إضافة نوعية ولو جزئية فهو خسر. احنا كنا نحكي مع السادة المربين نقول لهم في التعلم والتكوين والتعليم إذا المتعلم يحضر معك في حصص متتالية إذا كان مش في كل حصة وخاصة حصة ديما الأخيرة ما تقدملوش إضافة نوعية مهما كان حجم الإضافة هي أو نوعها مهارية معرفية سلوكية عقائدية روحية وجدانية منهجية اللي تحب أنت. المهم ثم إضافة المهم يخرج من حصة بحاجة تنضاف له على السقف اللي كان عنده هو داخل. أولاً باش تحترمك أنت كمربي لأنك أنت أضفت له باش ترغبه وتخلي عنده دافع باش يرجع لك في الحصة اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها وبالتراكم باش يولي يشعر وعنده يقين أنه في كل حصة هاك المعلم الفلاني أو الأستاذ الفلاني راهو باش يضيف لي حاجة. دونك نولي نجيه مهما كانت المادة اللي باش يقراها سواء رياضيات ولا إسلامية ولا حتى في اللغات وأي مادة يكفي أن نضيف له لأن المواد كلها تشترك في الجانب القيمي إضافة الاشتراك في الجانب العلمي كلهم في اختصاصية. مش نرجع أيضا للآية اللي ذكرتها أنت وطرحت السؤال لسي حبيب وأيضا سي جمال في القولة اللي ذكرناها للإمام علي في تعريف للتقوى وإحنا خدمنا عليها تقريبا في الحلقة السابقة ثم نعم. جزئية في علاقة أيضا بفقه النصوص يعني بفهم النصوص فهم معمق قراءة النصوص قراءة علمية. يقول التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل واللي حاجتنا به اليوم والاستعداد ليوم الرحيل. إذا احنا في رمضان وصلنا لمرحلة متقدمة في الاستعداد إذا نقفوا عندها فنحن تراجعنا نقفوا عندها يعني احنا ما زدناش فما بالك لو أننا نقصنا منها. ثم البعض
نحبوا عيد نقب من الوقت مع قياس الجمال. ثم اللي يعرف السهلات كان في شهر رمضان. ثم بعض التجار باش نعلموش يعرف الاستقامة والالتزام بالأسعار وبالإشهار الأسعار وبالميزان وغيره وما يغشش في السلعة وفي نوعية السلعة. كان في رمضان هذا كان يلتزم به البعض حتى في رمضان ما يلتزمش أما نحكي حتى عليه يلتزم في رمضان يزيد يعني. وخارج رمضان وكأنه كما نرجع للتحلل فكرة التحلل الأكبر كأنه كان في الحج كان محرم خرجنا من الحج دونك كل شيء يصبح مباح خرجنا من رمضان كل شيء يصبح مباح على مستوى القول على مستوى الفعل على مستوى السلوك حتى على مستوى التقصير أو خرجنا من الجامع يعني ثم سلوكيات ممارسات أحيانا صلى توا خرج حاط السلع يبيع فيها يعني مظاهر الغش وغيرها من هذا باش يبيع بدينار يبيع بدينارين ثلاثة دينارات هذا باش يبيع السلعة باهية الخامجة نحيها شوية تخلص منها لا خليها تالي يفرض الحين على الشاري باش هو اللي يحط له البضاعة أو السلعة باش يعدي له هذا مع جميع التجار مش فقط في الخضر والغلال وغيرها معناها في جميع يعني أنا ذكر قصة ذروها بعض الصالحين والعرفاء والعرفانيين أنه ملك الموت جاء لأحد الصالحين قال له جيتك أنا جيتك توا هو ما يعرف منها جاء عزرائيل يعني سيقبض روحه يعني انتهى أجله قال له هل أنت مستعد أجاوبه هذا الصالح وهذا العارف بالله قال له أنا أستعد لهذا اليوم منذ ربع قرن يعني مش أنت جيتني توا خذ مستعد البارح أنا من ربع قرن وأنا أستعد لمثل هذه اللحظة ولهنا تجي المقولة استعداد يوم الرحيل استعداد يوم الرحيل لو كان نستبطنوه ولو كان نكون واعين به كما ينبغي تو نستحضروا لهنا معنى الإحسان ومعنى الرقابة الإلهية على مستوى العقائدي في كل قول في كل سلوك في كل عمل في مع ذواتنا ثم مع الآخرين أي كان هذا الآخر بصفة عامة كما نأكد الحاجة لأنها هي كيفية فهم النصوص سواء القرآن أو حديث نبوية وتنزيلها في الواقع كيف محكيه سي جمال باش ما تكونش ايضا تنظير والا في عالم المثل كما هو عند افلاطون وهذا اللي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه يعني تعلم احكامه هو القران يصلح تقول افلا تدبرون القران ام على قلوب اقفالها نعم يعني ما قالتش راهو في شهر رمضان فقط هنا الايه او الامر مطلق في كامل الايام احنا عندنا لهنا حديث يقول او في الاثار يقول اتق الله حيث ما كنت دونك لهنا ما عادش مرتبط لا بالزمان ولا بالمكان. واتبع السيئة الحسنة تمحوها. حتى لو كنا في الفضاء في الطيارة في أي كسب عليك تتقي الله. ولا في أعماق البحار. فهمت كيف؟ نحن مطالبين بل على ذكر أعماق البحار. أحد العلماء كوستو من أشهر العلماء في علم البحار واللي هو في الأصل ما عندوش علاقة بحاجة اسمها دين. لكن أي قناة بحقيقة الدين الدين كثقافة لأن الدين راه في مفهوم البسيط اللي يفهمه العالم والعامي هو الحياة نحن في إدارة الحياة نعم. الدين هو الحياة هو الثقافة هو كيف نعيش تنذر من كان حيا بالضبط هو جاء يعلمنا كيف نحيا كيف نعيش كيف نتواصل مع ذواتنا ومع الآخر بصفة عامة احنا في هذا سي خالد احنا في هذا مو قدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم أكا ولا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لما كان يرجو الله واليوم الآخر حال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني في عبادة متواصلة مع الله سبحانه وتعالى وقال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما يودي رك ما تضيعوش رك ما تتيهوش ها هما الأمران رأوا كتاب الله وسنتي وهنا بطبيعة الحال نحن في حاجة والله في حاجة أن ننظر من جديد في هذا الكتاب وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدقة وبعمق وهنا النجاة مستمعين الأفاضل نخرج فاصل ثم نعود فلا تذهبوا بعيدا إذا كل نهار جمعة على الحياة فهم مستمعينا الأفاضل عدنا والعود وأحمد مع برنامجكم إذاعات في الحياة إذاعات الحياة فهم القيروان للصحة هذه الإذاعة التي ما فتئت تبحر في عدة مواضيع وعدة برامج من بين هذه البرامج برنامج إذاعات في حصة جديدة متجددة ماذا بعد رمضان وكما قلنا سابقا أنه طرحنا هذا السؤال لأهميته وفي نفس الوقت يعني نريد أن نضي بعض المجالات في هذا الإطار سي خالد يعني كملنا تقريبا كان في الإطار هذا سأعود إلى سي الحبيب سي الحبيب كنت تقول يعني في نهاية كلامك وقفت عليه
تواصل خديت ما عندك الكلمة تواصل في كلمة بتاعك الكلمة لك. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وقفت عند مسألة مهمة برشا، هي هذه القطيعة نقولوا احنا بين انك تكرع من خزان المنهج الروحي الرمضاني التربوي وتجعله دينك أسلوبك طريقتك في عبادة الله يوميا بشكل معتاد جدا. ولاحظنا وأنه المسلم اليوم يعني يعيش مفارقة من ناحية في لحظة زمنية في موسمية يغلب عليه الجانب الروحي الإيماني العقائدي، وإذا بالجامع معبية وإذا بالخير برشا وإذا بفعل الخير معناها متكرر متكاثر متعدد بأشكال وبتراقب خلفه، هذا يكرم الفقير، هذا يطعم البائس المسكين، هذا يتصدق عليه، هذا يصوم، هذا يقوم، جامع معبية في الديار نستقرأ في القرآن. فجأة انقطعت اللحظة الزمنية هذه، عدنا وكأن شيئا لم يكن. يعني في الآخر بالكل شنية الأسباب وشنو الدواء؟ معناها السبب الأول ديما ينبهنا ربي سبحانه وتعالى، معناها الناس ينساو لحظة مهمة، ينساو القاعدة، قاعدة حياتنا، أنك أعمل لحياتك، أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، وأعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ننساو أن الناس اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. يهديك ربي يصلح حالك يبارك فيك، رجع نفسك، هذا لا، هذا راه ممنوع، هذا راه مرفوض، هذا راه القرآن حرمه، هذا راه سيدنا النبي حرمه، هذا راه في ديننا غير موجود، ولكن ماهوش هنا ما يسمعكش. ولاحظنا الأشكال المتعددة في شهر رمضان وفي شهر رمضان من احتكار وغيره 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 وأهل ما جرى. هذا معروف لأن جبلة البشر هي جبلة أنانية، الإنسان خلقه ربي سبحانه وتعالى أناني، ومعروف عليه الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إلا هذاك جزء من الدواء زين. المشكل الآخر أيضا زي للناس يحبوا الشهوات. إلا المصلين سي الحبيب في الآية، إلا المصلين، هي هالمصلين هذوما شنو مصلين؟ وهو في علاقة تواصلية مع الله، مش وحد رمضان. ولذلك هذه الصلاة والصلة هذه كيف تفعل فعلها؟ علاش نتراجع؟ علاش انتكاسة؟ تفضل كلمة لك. نعم، أنا علاش حبيت نبين الأسباب الساعة أولا وبعدش نجي للدولي تحكي عليه دكتور. حبيت نبين مواطن الافتقار. شو معناها الافتقار؟ يعني مواطن ابتعادنا على الدين، الأسباب اللي تخلينا في فترة ما نقرب إلى الله برشا وبقيت الأشهر الأخرى يعني نجهل الأمور هذه، وبدلا من أن نعظم شعائر رب العالمين نستهين بذلك ونمر وكأن شيئا لم يكن. في الحقيقة الدواء هو دواء واحد، حاجة بركة معناها، هما هذك هما إن الذين هذك اللي قالوا ربنا الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا. هذا الدواء في الاستقامة، يعني دلني على حاجة أستفيد بها، وقالوا معناها قل آمن ثم استقم. هذا باش يتجسم الشيء هذايا. هذايا يتجسم نبدو برشا أشياء يتجسم بها. المسألة الأولى ما يلزمناش نهجروا كلام ربي. كلام ربي هو دستورنا، القرآن هو معلمنا، هو مربينا، هو العقد الديني والعقائدي والروحي والإيماني اللي يربطنا برب العالمين ويربطنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. راهو قراءة القرآن قراءة متدبرة خير لك من الدنيا ما فيها. ما تكونش إنسان كالببغاء. ثم برشا ناس يبدا يقرا يخرج البرا يبدا يقوم في افعال منافيه تماما اللي كان يقرا فيه. علاش؟ لانه قراءه القران عنده
ما ارتقاتش المستوى اللي هو يلزمه يتعلم، يلزمه يعرف. اخويا ما تنجمش اسال غيرك، كل مره اسال، كل مره اتعلم. يعني راه في القران ثم اشياء توقف العالم كما توقف الانسان البسيط. في القران وقت اللي يحدثك من عرشي انا على طبيعه الارض وكيف ننقصها من اطرافها، روى الارض ننقصها روى مساله من التدبر. راي انا اطرح السؤال، معناها هل على مر الزمان استطاع العلماء ان يشرحوا هذه الايه؟ صعيب برشا. صحيح سمعنا واصل. في الايامات هذوما تم اهتمام علمي، تم ملاحظه علميه اللي بالفعل الارض عبر ملايين السنين او مئات السنين تم عمليه امتداد. الان من بين الملاحظات العلميه اللي يخدم عليها بعض العلماء انه تم تنقص، يعني الآية يوم نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. لا ثم نتائج علمية ثابتة، وأنا معناها نقول معناها مثلا كمية الأكسجين، كمية الأكسجين في الأرض نقصت، كمية الماء نقص منها ربع نتاعها. الناس الكل نحكيو على الغلاف الجوي تثقب وضعف ولمجرة، يعني راه هذه مسائل علمية، مسائل علمية ثابتة. كلام كيما هذا راهو كي تدبروا يزيدك في إيمانك، يزيدك في علاقتك برب العالمين، يزيدك يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ما عادش إنسان معناتها تهزك بالوجدان أو كشرهت على حاجة تقبل عليها، والله فادت ومليت وتبخلت وتكسلت، شيء آخر معناها هذا هو المشكلة هنا. دوك نرجع القرآن كما قلت، راهو تدبر القرآن أثناء الاستماع، شو هذاك شو معناتها شنو احنا قرآن رديناه جنازة، قرآن يقرأ والناس كل هذا يحكي على تجارته مفلحة ولا مربحة، وهذا يحكي على عركته مع جاره، وهذا يحكي على الآخر كيفاش غدروا، كلام ربي يتكلم معناتها. نفس الشيء راهو نفس الشيء معناها حتى على مستوى القراءة كما قلنا، معناها لازم تكون قراءة مدبرة. هذا جانب أول. الجانب الثاني هذيك 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 معناها أرحنا بها يا بلال، خلينا ناخذ المعنى هذايا في معناها الفلسفي، في معناها الحكمي، لا في معناها البسيط والعادي. لأنه راهو المعنى نتاع الصلاة ساعة قبل كل شيء هي أنت هي تشرح الصدر، راي هي تسكن القلب، هي تداوي الفؤاد. إنسان هيك علاش هناك خصوصية، هناك تقريبا تحديد كبير ياسر في القرآن على مسألة تعظيم شعيرة الصلاة والمحافظة عليها. في سورة البقرة آية كبيرة برشا، آية عظيمة برشا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. في سورة النساء فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. في سورة المؤمنين والذين هم على صلواتهم يحافظون. في سورة المعارج والذين هم على صلاتهم يحافظون، ولا دائمون، لا يحافظون ثم الذين هم على صلاتهم دائمون. منا نعم. ومنا لولا نعم. والاخرى نعم. لولا والاخرى. اذا معناتها هذا هو اللي بيه نبنيه قاعده ايمانيه وقوه، ايمانك قوي وكامل، ولكنه الايمان الواعي، الايمان اللي نتاع الانسان النزيه بصراحه اللي يعبد ربي. معناها وقد اتاه اليقين، موش يقين الموت وانما يقين المعرفه، وانما يقين التقوى، وانما يقين الحكمه. شكرا سي لطيف. ما ذهبت اليه لعل يعني هذه من يعني الاشياء التي تقوي الايمان والتي تؤكد وتثبت الصله بين المؤمن وربه، وهذه الصله التي هي تتمثل في التقوى، وهذه التقوى تتجدد يوم يعني بعد يوم، لانه فماش تقوى 100%، وانما هي يعني تتجدد ونعود الى الله يوم بعد يوم في محاسبه النفس والالتزام بالاوامر واجتناب النواهي. هناك اخويا المفروض انه المؤمن انه يقرا في احكام، قال لك ربي اعمل، قال لك ربي ما تعملش، هذا المؤمن يلزمه هكا، المؤمن الحقيقي قال لك ربي اعمل، ما تعملش، ثم اوامر وثم نواهي. لما نفهم هذه المساله، هذه المعادله، ربما انه سيعني يصبح لدينا يعني معرفه وعلم اخر في علاقتنا بهذا النص الديني كان.
نعم. والتقوى في المعنى المبسط. فهمت. نعم. سي جمال أعود إليك، يعني في احنا ساعتها قلت طرحنا قوله تعالى واتي واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، وقلنا يعني تقريب مجمعين المفسرين على ان اليقين هو الموت، لانه بالنسبه لي هو نهايه العمل الدنيوي، يعني واضح يعني نهايه العمل الدنيوي لانه انتهى. اذا انت في سيروره الى الله، هذه سيروره متواصله، اساسها ماذا؟ اساسها العمل اللي هو في النهايه هي امانه، يعني انت متحمل لامانه امانه الاستخلاف في هذا الاطار. بماذا تتوجه الى هؤلاء الذين ربما يعيشون الانتكاسه والنكوص يعني والرجوع الى الوراء بعد شهر رمضان؟ الكلمه لك في هذا الاطار جمال. شكرا. طب ان المساله هي مساله تثقيف. نعم. يعني تنوير الثقافه الاسلاميه غير متواجدة في التدبر القرآن، فهم القرآن. القرآن مجرد درس، مجرد كتاب، الناس يحفظون، آلاف يحفظون القرآن ولكن لا يفهمون دلالاته ومعانيه. ونحن عندما نتحدث عن التثقيف ونتحدث عن تدبر القرآن ونتحدث عن العبادة والطاعة والتقوى والالتزام، فإننا في الأخير ننشد الفضيلة، ننشد ما هو مصدر سعادة. نعم. فضيلة كما يقول أرسطو هي من المعرفة تنتج الفضيلة، مصدرها المعرفة، الثقافة بعبارة من معرفة تنتج الفضيلة. ومن عرف الحق لم يظلم. طبعا نوقش أرسطو في هذه القولة أن هناك علماء ولكنهم لا يملكون الفضيلة، فكان الرد الأرسطي أن علمهم ظن وليس يقين. يجينا حكاية اليقين. اليقين هو المعرفة المتكاملة التي يعني تلتزم بالقلب، لا تصبح عقيدة. فالثقافة الإسلامية مهمشة، وهي صورة الدين والتدين يفهمها التلميذ من خلال المؤسسات التربوية، من خلال منابع المعرفة. مش هي منابع المعرفة، هي الإعلام، هي المؤسسات التربوية تزرع النمط من الثقافة المبتذلة أو ثقافة سطحية، ويحصرون الدين في شكليته عمومياته حتى لا يكون الدين فاعلا في الحياة. فالمسألة مقصودة الدين الإسلامي هو تقريبا كما قلت سابقا أنه أشبه بالمسيحية. المسيحية لماذا طار عليها الناس؟ لأنها أفسدت الحياة الأوروبية. أي الفهم هذا، مش الدين هذا، الفهم، لأن سيطر عليها. لا لا لا، هذا الفهم، يعني الفهم هذا قريب إلى نحن لا نريد الإسلام أن يكون، لا الإسلام كإسلام والإسلام كدين يعني بعيد كل البعد عن بالضبط. نحن لا نريد أن يكون مثل وليس كذلك. ذاك فهم، فهم يتحملوه يعني أصحابه، أما أبعد ما يكون للدين. فهمت عليه مؤسسات كثيرة مصطلحات مفاهيم شنارا سابقا في السياق اللي كيف جمال توا يحكي على الثقافة والتثقيف. سما مؤسسات هي دورها في الظاهر أو دورها الرئيسي أن تثقف، لكن للأسف عبر التاريخ، وهذا مش في الثقافة الإسلامية، في المسيحية، في اليهودية، في غيرها، نسبة كبيرة من المؤسسات اللي هي الإعلام، اللي هي التربية، اللي هي غيرها المؤسسات اللي عندها علاقة بالجانب التثقيف والثقافة، في أغلبها عبر التاريخ قامت بالعكس. هذا اللي يسميه محمد أركون الجهل المؤسس حتى يصل إلى الجهل المقدس. أي جهل المؤسس. العلاج طبعا الكثيرين تعتبره الإسلام، وهنا يأتي أيضا حديث النبوي اللي يقول فيه سيد الخلق، يقول سمعنا جمال ووصل، يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. أحيانا حتى تو الأبناء والأصدقاء تحكي له على الدين في البعد المعرفي، في البعد العلمي، في اليقيني، وكأنك تحكي له في حاجة غريبة بالفعل. مجهيل. مجهيل. شوف المعرفة لنا في الساعاتيك، لأنه باش نفرق باش يعني مستمعين نعم باش مستمعين معناتها ما يمشيوش تولي عندهم لخبطة ما بين يقين المعفرة ويقين الموت. هو روف الآية قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني اليقين يأتيك وهو الموت هو الذي يأتيك، أما المعرفة اليقينية أنت تأتيه. واضح؟ إذا هذا هذا الفرق، ولذلك ذهب المفسرون إلى أن الآية هي اليقين الموت. فهمت؟ هي هذاك هذاك علاش فهمت؟ هذا مش يجيك أنت اليقين في الآية، مش يجيك أنت اللي هو بدلالة الموت.
لكن لما يعرف هذا اللي حسنا به هذا اللي حسنا بيها يبدأ لما يعني يتأكد لدى المؤمن أن هناك علاقة تلازمية بين الحياة والموت بهذا المفهوم فيكون يسارع في الخيرات. وهذه الخيرات ليست حكر على شهر رمضان وإنما هي يوم هو يومين. وهذاك علاش قال الرسول صلى الله عليه وسلم من تساوى يوميه فهو مغبون. إذن الإنسان في تسارع نحو ربه الدقيقة ما يستغلهاش والساعة ما يستغلهاش واليوم ما يستغلوش فهو مغبون فيه وسيحاسب على ذلك. ونحن نعلم أن الحديث واضح يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم أمر يوم القيامة بين يدي الله تسأل عن أربعة: عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن ماله من أين أتى به وأين أنفقه، عن علمه ماذا فعل فيه. ها مسألة أربعة حضر أساسها ماذا من الأول أساسها عن عمره عن شبابه. فهمت كم الكلمة الأخيرة قلنا فهمت كم الزاد والاستعداد ليوم الرحيل. نعم ثم الاستعداد ليوم الرحيل. طيب كلمة ترى بماذا كلمة على خاطر الوقت ما عادش بماذا تتوجه إلى مستمعينا في سؤال ما بعد رمضان؟ ماذا ما بعد رمضان؟ يعني كل مستمع يلزم يطرح السؤال على نفسه السؤال هذا كلمة سي خالد ما عادش وقت. والكلمة اللي وصلنا له في شهر رمضان نحافظ عليه في الحد الأدنى ونحاول نزيد عليه ما أمكن. شكرا سيد تفضل سيد الحبيب. أفضل أعمال عند رب العزة هي ما دامت ما قل ودام هي ما دامت وإن قلت هكا علم الرسول نعم صلى الله عليه وسلم. نعم شكرا تفضل سيد. رمضان زمن وعلى المسلم أن يجدد زمنه من بكر تطلب فيه قص عليك بقص عليك التليفون فهمت. مسامعينا الأفاضل تناولنا هذا الموضوع نظرا لأهميته. كل منكم يطرح السؤال على نفسه. إذن نشكر سادتنا الأفاضل سي خالد سيداني سي الحبيب الطيبي سي جمال سيدي على ما قدموا في هذا الموضوع. كذلك الشكر موصول إلى أختنا أمنة بوخيت وبنتنا عبير تواتي. سمعينا الأفاضل مع تحيات برنامجكم إذا آت وما تحيات الأستاذ لازهر بن علي البريكي. شكرا وإلى اللقاء. إذا آت كل نهار جمعة على الحياة فهمت.